الاعزاز وان نكون مثالا يحتذى لمن سبقونا في هذه البلاد. اولا بتكوين معرض توثيقي للذاكره التربويه بمدينه صيادله. هم الجيل الاول والجيل الثاني راح نطلع عليهم، يعني هما اللي صنعوا تاريخ البلاد هذه لانهم كانوا مناضلين بحق، يعني في الحقل التربوي. انذاك يعني عند خروج المستعمر الفرنسي، ونعرف قيمه يعني المستعمر الفرنسي، يعني الثقافه بالنسبه لي هو تعليم لا تعني شيء، انما هذا الجيل الاول يعني هما اللي مكنوا الاجيال كل من تلقي المعرفه والتكوين.